النقيب بلال عبد القادر المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران في إطار احتضان ولاية وهران لفعاليات الطبعة 19 من فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، قامت المديرية العامة للحماية المدنية بأخذ كافة الترتيبات اللازمة من أجل المساهمة في إنجاح هذا العرس المتوسطي في إطار المهام المنوطة بقطاع الحماية المدنية من خلال تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة. تمثلت في 110 سيارة إسعاف، 80 آلية تدخل بمختلف الأنواع، 15 زورق مطاطي وزوارق نصف صلبة. تحديد العرب المتوسط الجالية على مستوى مدينة وهران، وفي هذا الإطار وبعد انطلاق هذه العملية قامت مديرة عامة للحماية المدنية بوضع جهاز أمني خاص بهذه التظاهرة. تمثلت خاصة في أكثر من 30 طبيب من تعداد البشري مختصين في الإسعافات الأولية والطبي الاستعجالي، كذلك تقريبا 20 من الباراميديكو في هذا الإطار، من المعدات أكثر من 70 سيارة إسعاف في الميدان من أجل التكفل بهذا الجهاز والتأمين. السلام عليكم، النقيب مزاحم عبد الحكيم، قائد فرقة العدد والتعداد على التظاهرة الرياضية الموجودة على مستوى ولاية وهران. وعندنا كما قلوا سخرنا عدة وسائل لجونا من عدة ولايات لرام سخرين لهذا الألعاب، وعندنا كما قلوا عدد كافي لهذا الأمر. كما شفتوا كما قلوا قبيلات عندنا كما قلوا الوسائل اللي رانا نبعتوهم في عين المكان اللي يديروا التغطيات الأمنية، وعندنا نبعتوهم القاعات والملاعب اللي كما قلوا عندنا البروغرام تاعهم. شوف فيما يخص السيارة الإسعاف اللي راهي ماشية 229